كافة ميادين السباقات من أرضية ميدان المرموم لسباقات الهجن العربية الأصيلة ضمن تحديات وانطلاقات سن الإذاع سن الإمتاع والإبداع. نتمنى التوفيق للجميع في انطلاقة شوطنا الرابع عشر لفئة الجعدان المهجنات الأصايل من ختامي المرموم ومن تحفة ميادين السباقات من ملتقى أيضا الأسماء المتميزة والشعارات الحاضرة المتوافدة من كل حدب وصوب. مرحبا بالجميع، مرحبا بجميع الحاضرين الباحثين عن الفوز والانتصار. وناموس المرموم غير وزعفران سمير ينتظر الفايز بالمركز الأول. مباشرة أبدأ مع الظبي، يتقدم علي بن عبد الله بن سعيد بن عبد الله المسافري يأتي على المركز الأول، لكن المركز الثاني مرابط وسالم بن سعيد بن غدي الكتبي بوسهيل حاضرا مع مرابط يبغي السلامات لأبناء نزوة وممثلا لأبناء نزوة مع انطلاقة مرابط. المركز الثالث يتقدم فيه القادم مصدر أحمد بن سالم بن مصبح بن صميت يأتي مع انطلاقة هذا الاسم على المركز الثالث. المركز الرابع تدخل بهذه اللحظات مصدر والقادم نعم بهذه اللحظات نجد سيف بن مصبح بن كاشب المسافري قادم. والمركز الخامس يتقدم مهول راشد بن أحمد بن علي العويسي يتقدم مع انطلاقته وتحديات مهول أيضا الوصول مع المركز السابع ليجد القادم براق خليفة بن حمدان بن محمد بن بخيت الحميري قادم. والقادم أيضا المعترض يأتي لمانع بن علي بن محمد بن حماد الشام سيقدم لنا المعترض بهذه اللحظات أيضا الوصول والقدوم بهذه اللحظات على المركز الثامن. ليجد زيزوم محمد بن مبارك بن سالم العامري يتقدم مع زيزوم والقادم أيضا وصلنا وتسلل. هناك الأسامي القادمة والواصلة أيضا من الجانب الآخر زعفران سالم بن حمد بن سلطان المنصوري العشرة المراكز الأولى. نتمنى التوفيق للجميع في هذا الشوط في هذا الشوط في شوطنا الرابع عشر، ولكن عودتنا إلى المركز الأول وإلى الصدارة. يتقدم سالم بن سعيد بن غدير الكتبي ليقدم لنا مرابط يتقدم مع مرابط يتقدم بوسهيل بتقدم هذا الشعار يأتي مع الصدارة ليقدم لنا مرابط. ركز فأبناء نزوة ينتظرون السلام مع هذا الشعار المعود دائما بالبطولات وبالإنجازات. المركز الثاني يتقدم الواصل الحاضر نجد سيف بن مصبح بن كاسب المسافري قادم. المركز الثالث تقدم الظبي علي بن عبد الله بن سعيد بن عبد الله المسافري والقادم أيضا الواصل الحذر حمد بن ناصر بن هادي بن هدوان الغفراني يتواصل مع انطلاقة الحذر. والمركز الخامس تدخل بهذه اللحظات مصدر يقدم أحمد بن سالم بن مصبح بن صميط يأتي مع الاسم المميز على انطلاقة هذا الاسم واندفاعة هذا الشعار. وصلت الأسامي القادم شهاب يقدم سعيد بن أحمد بن دري الفلاحي يتقدم الجري ليقدم لنا مشهاب ليتقدم مع مشهاب. وأيضا بن حماد يتواصل مع انطلاقة المعترض مانع بن علي بن حماد أيضا القادم والواعي واصل يمع بن
يمعى بن عتيج الرميثي ياتي مع الواعي وانطلاقه الواعي وركز يا راعي الواعي مع المشار المتميز. لكن البدايه نجدي يا نجد غير يقدم شيب بن مصبح بن كاسب المسافري يتقدم ولا شامي قادمه ومرابط سالم بن سعيد بن غدي الاكتبي والقادم ايضا تسلل الحذر يقدم هادي بن حمد بن ناصر بن هدوان الغفران واصل مع انطلاقه الحذر وتسلل بن دري مع مشهاب سعيد بن احمد بن محمد بن دري الفلاحي قادم ولا شامي قادمه والشوط حاير ما بين هذه الاسماء ما بين هذه الشعارات وصلت الاسامي ايضا الوصول مع اندفاعة مصدر احمد بن سالم بن صميط وايضا المعترض مانع بن علي بن حماد الشامسي. ولكن وين هناك اقتربنا مشاهدينا متابعينا الافاضل عودتنا الى نجد الى المركز الاول يا المسافري ركز لوحة الإعلان 1200 يا من تسمع 1200 يا من تتابع والمسافري أبناء ميدان السوان يتقدمون مع نجد سيبر مصبح بن كاسب المسافري في الأجواء الأخيرة أجواء الكيلومتر الأخير والقادم أيضا الواصل الحذر يقدم حمد بن ناصر بن هادي بن هدوان الغفران واصل وتسلل القادم بأول نداء مثير محمد بن سعيد بن خليفة الدرعي يتقدم الدرعي أبناء القوع غير مثير إلى المركز الأول محمد بن سعيد بن خليفة الدرعي غادر بالانتصار ما شاء الله تبارك الله يا ذكر الله على الأداء روح مثير والجماهير المتابعين يتابعون مثير بلاداء بالعرض الشيق هنا ينتزع الفوز والانتصار ويغادر لأبناء المصانع الجنوبية إلى أبناء القوع يؤكدون الفوز والانتصار ويؤكدون هذا النوع المميز مثير. مشكور يا محمد مشكور على هذا الأداء محمد بن سعيد بن خليفة الدرعي سلام يا الدرعي سلام يا ما شاء الله على مثير يصل إلى خط النهاية بلا أي منافس على الإطلاق معلنا البطولة معلنا انتزاع للفوز والانتصار. المركز الثاني اللي وصل الحذر على المركز الثاني حمد بن ناصر بن هادي بن هدوان الغفران المركز الثالث مشهاب سعيد بن أحمد بن دري المركز الرابع نجد للمسافري سيب بن مصبح بن كاسب المسافري المركز الرابع الخامس لمانع بن علي بن حماد الشامسي. مشاهدينا متابعينا الافاضل هنا تهانينا والناموس للدرعي من قدم لنا هذا الفوز والانتصار والتوقيت الزمني صعد وصول مثير لمحمد بن سعيد بن خليفه الدرعي توقيته ايضا 8:54 و8 من الاجزاء من الثانيه. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار تهانينا والناموس. المركز الثاني ليحتل المركز الثاني الحذر لمالك حمد بن ناصر بن هادي بن هدوان توقيته قدره 8:59 ويقزون واحد من الثانية. تهانينا والناموس. المركز الثالث مشهاب أيضا مشهاب اللي وصل لسعيد بن أحمد بن دري توقيته 8:59 و4 من الأجزاء من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار.